الرقم ده هي هو يرات ولا حاجه. ما يا حبيبي كده مين اللي هيقطع؟ محدش قطع حاجه. انا بقول انا واقف قدام محدش قطع حاجه لما قلت له كمان يجي. انت ما اتصلتوش ليه ب يا رئيس المدينه؟ كان هنا بعبد العظيم. مين عبد العظيم؟ عمو مجدي عبد العظيم مدير الطرق كمان. ما اعرفش تليفونه مش معايا. انا كلمت كان هنا السيد فرج وكان هنا السيد سالم وبعت مع الاستاذ محمد عبد الحكيم للمحافظ دلوقتي طلب. لا كلموه. السلام عليكم، اخباركم ايه؟ لو سمحت يا ايه مشكله الكوبري بتاع نشاوي؟ الكوبري ده من سنتين واحنا مبلغين عنه الراي، لان الكوبري تابع للراي، واحنا مش عاوزين نفضل تابع للراي، احنا عاوزينه يتحول لهيئه الطرق والكباري. ايه السبب بقى؟ يعني ايه اللي بيعوق الكوبري علشان كده حضرتك بتقول لي يتبع مديريه الطرق؟ الكوبري كان معمول له خشب في النص عشان يبقى ملاحي. تمام. بعدش فيه دلوقتي في البحر هنا بتعدي مراكب ملاحي. تمام. فالمفروض يتعمل له خرسانه. من سنتين بلغنا الري وجت اكتر من لجنه عينه وشافوا ان الكوبري غير صالح. غير صالح للاستخدام. تمام. وده اللي حصل النهارده. العربية معدية عليها محملة محصول بنجر، واحنا في موسم البنجر حمولتها ازيد من حمولة الكوبري، في حين ان الكوبري متهالك وجات لجان قبل كده عيدتها، وقعت العربية بالكوبري ادت لكده. الحمد لله ان مفيش ضحايا ارواح، انما كان ممكن يؤدي لكده. طيب هو هل الكوبري ده المنفذ الوحيد لقرية النشاوي؟ اه طبعا. منفذ الوحيد لقريه النشاوي. قريه النشاوي فيها مدرسه بيجي لها اكتر من 50 مدرس من خارج البلد، الصبح ينزلوا هنا عشان يعدوا الكوبري يجوا المدرسه، هتوقف اليوم الدراسي بالنسبه للطلبه خلاف الطلبه بتاع العزب المجاوره للنشاوي. طيب هو نما الى علمي ان القريه فيها 30,000 نسمه. القرية فيها 40,000 نسمة. قرية وتوابعها فيها أكتر من 40,000 نسمة. طيب فيهم أكتر من 5,000 موظف بيطلعوا كل يوم الصبح متوزعين على المصالح. الصبح هيطلع مش هتوقف المصالح. طيب بين قرية النشاوي والحمول كام كيلو؟ 3 كيلو. 3 كيلو. طيب هو يعني الكوبري ده هو المنفذ الوحيد لهذه القرية؟ المنفذ الوحيد له. طيب حضرتك بتطالب وزير الري بايه؟ بطالب بتحويل الكوبري او استاذ المحافظ. طالب المحافظ او الوزير الري او المختص بالشؤون موضوع الكباري دي على البحر بتحويل الكوبري لهيئه الطرق والكباري وعمل خرسانه. وعندنا مثال قبل كده تم عمايله كوبري قريه ابو عويضه كان برضه بالخشب وتم صبه خرسانه بقى قطعه واحده.